اهلا بيكم اسكالان سوية في ملخص جديد. بيبتدي فيلمنا في الهند مع ولد هندي اسمه باي، وبيكون ابوه عنده حديقة حيوان، فبيروح باي واخوه للبيت النمر علشان ياكلوه. فبيجي النمر عليهم وبيناجي عليه باي علشان يديله الاكل، وبيدخل ايده جوه القفص علشان ياكله، وبيقرب النمر منه ولسه هياكله، بس بيجي ابوه على اخر لحظة وبيشده وبيزعقله على اللي هو عمله، وبيقوله ان النمر كده كان هياكل ايدك يا عبيط. فبيرد عليه باي وبيقوله ان النمر ما كانش هياكل ايدي ولا حاجة، وبتخليه امه يعتذر لابوه، بس ابوه بيقرر انه يعلمه درس، وبيجيب معزة ويحطها قصاد قفص النمر علشان يوري الباي ان النمر ده مفترس. وفعلا بيقرب النمر من المعزة وبيهجم عليها وبياكلها وبياخدها معاه جوه. فبيخاف باي وبيصدق ابوه. وبعد كده بيكبر باي وبتسوء الاحوال في الهند جدا، فبيقرر ابوه وهما بيتعشوا بانهم يهاجروا كندا، لان المعيشة بقت صعبة جدا في الهند، وان الحكومة مش بتوفر ظروف معيشة كويسة للحيوانات، فهياخدهم يبيعهم هناك ويبتدوا يعيشوا في كندا. وبيروح باي لحبيبته علشان يودعها، وبيقول لها انهم هيمشوا من الهند وهيروحوا كندا، وانه مش هيقدر ينساها ابدا وهيفضل فاكرها. وبعد كده بيسافر باي في السفينه مع عيلته، وبيكون زعلان جدا علشان هيسيب الهند. فتيجي امه وبتقول له انهم رايحين لمكان احسن. وبعد كده بيتعشوا وبيروح باي وابوه للحيوانات بتاعتهم علشان يطمنوا عليها، وبعدين بيروحوا اوضتهم وبيناموا. بس بيصحى باي في نص الليل وبيسمع صوت عاصفه بره، وبيطلع باي بره علشان يشوف العاصفه دي، وبتكون عاصفه شديده جدا ومطر جامد جدا والبحر هايج. فبيفرح باي بالمنظر ده وبيقعد يلعب، الواد ده شكله عبيط من هو صغير. المهم بيسمع صوت انذار السفينة، وبتكون الأمواج بتخبط في السفينة من كل حتة والمية في كل مكان، شكل السفينة كده بتغرق. لأ دي بتغرق فعلا. فبيروح باي علشان يدور على اهله بس ما بيلاقهمش، وبيطلع بره فبياخدوه عمال السفينه وبيركبوه قارب انقاذ، بس فجاه بيقع على القارب ده حمار وحشي، وبيقع المركب في البحر قبل ما حد تاني يركب عليه، وبتاخد الامواج القارب بعيد عن السفينه، وبيحاول باي يمسك فيها علشان ما يقعش، وبتغرق السفينه الكبيره في البحر، وبيكون هو الناجي الوحيد منها. وبيشوف باي من بعيد حد بيعوم في البحر، فبينادي عليه وبيرمله عوامه علشان ينقذه بيها، وبيسحب باي الحبل، بس بيطلع نمر من اللي كانوا معاه السفينة، وبيخاف منه باي وبيحاول يضربه ويبعده عن المركب، بس بتيجي موجة عالية جدا بتطلع النمر في المركب، فبيخاف باي من النمر وبيطلع يجري وبينط في البحر، وبيلاقي الموجة عالية عليه جدا، فبيحاول يعوم بس بيلاقي اسماك القرش حواليه في كل مكان، وبيحاول يبعد عنهم بس ما بيعرفش يعوم، وبيطلع تاني على المركب وبيخاف وبيروح يستخبى على الشراع بتاعه، وبيفضل يناجي على امه وهو بيعيط. وبيعدي الليل وهو نايم على شراع المركب في وسط العاصفة الشديدة دي، وبيجي الصبح وهو زي ما هو متعلق في الشراع، فبيروح على المركب وبيلاقي فيها ميه زياده، فبيشيلها وبيرميها في البحر، وفجاه بيطلع له ضبع مستخبي في المركب، فبيخاف منه باي وبيمسك خشبه وبيحاول يبعده عنه، لحد لما بيخاف وبيرجع تاني على اول المركب، وبيبص من بعيد بيلاقي قرد عايم على الميه وشايلاه الموجه وجايباه ناحيته، فبيفرح باي جدا وبيفضل يناجي عليه. وبيجي القرد وبيكون قاعد على كام صباطه موز وهم دولت اللي شايلينه، وبيساعدوا باي وبيطلعوا على المركب، وبعدين بيطلع الموز من الميه وبيدي الموز للقرد، وبيكون باين عليه التعب، وبيفضل يناجي باي على اي حد علشان يساعده، وبيفضل يخبط على المركب لحد لما بيطلع له الضبع وبيحاول يهجم عليه، فبيضربه باي تاني، فبيروح يهجم على الحيوانات التانية لحد ما بياكل الحمار الوحشي وبيموته. وبيتعدي شوية وبيروح باي يدور على الحاجات اللي في المركب علشان يساعد القرد التعبان ويديله علاج، بس ما بيلاقيش غير عوامات انقاذ اللي بتمنع من الغرق، فبيعمل منهم عوامة كبيرة بحيث انها تعوم فوق المية وشوية، وبيرجع الضبع تاني وبيحاول يهجم على القرد علشان ياكله، بس بيضربه القرد بالبوكس على دماغه وبيوقعه على الارض، فبيفرح باي جدا بس ما بتكملش فرحته للاسف، وبيطلع الضبع مره واحده على القرد وبيعضه وبيموته. فبيتعصب باي وبيفضل يزعق في الضبع لحد ما بيطلع النمر مره واحده وبيهجم على الضبع، وشكل كده الموضوع كبر يا جماعه وهتحصل خناقه كبيره، وبيموت النمر الضبع، وبيخاف باي منه جدا وبيرمي العوامه في الميه بسرعه، فبيهجم عليه النمر وبيحاول يطلع له، فبيستسلم باي وينام على المركب، بس ما بيعرفش يطلع النمر على المركب، فبيجري وبينط بسرعة في البحر. وبيجي تاني يوم وبيطلع باي على المركب علشان يدور على اي حاجة ياكلها، وفعلا بيلاقي معلبات اكل، فبياخد منها شوية وبيرميهم على العوامة بتاعته، وبيفضل ياكل منها من كتر الجوع، وبيطلع له النمر تاني من المركب وبيهجم عليه، فبيخاف منه باي جدا بس ما بيعرفش النمر يوصل له، فبيلف له بسرعة وبيروح له من الناحية التانية وبيهجم عليه، وبيلاقي باي فار طالع على جسمه، فبياخده بيرميه للنمر، والنمر بياكله وبيتلهي فيه، وبينط بسرعة باي في المية وبيقعد على العوامة بتاعته،
وبيجي الليل وبيفضل يعيط باي من كتر اللي حصل له، وبيجي عليه الصبح وبيكون لسه قاعد مكانه على العوامة وخايف يروح للمركب لان لسه نمر عليها، وبيدعي ربنا انه ينقذه من الورطة اللي هو فيها. وبتعدي الايام وبيفضل باي على العوامة بتاعته وبيبخر مية البحر علشان يشرب منها، وبيحاول يخترع طريقة علشان يصطاد بيها سمك علشان ياكل ويأكل النمر، وبيبص النمر على البحر وبيلاقي السمك حواليه في كل مكان، فبينط النمر في البحر علشان يصطاد سمك، وبيفرح باي ان النمر نط وساب له المركب. وبيطلع باي على المركب بسرعة وبيحاول يبعد النمر عن المركب بأي طريقة، بس بيبص له في عينه وما بيقدرش يسيبه كده، فبيجيب الخشب دي وبيحاول يطلع النمر من المية، وبيطلع النمر على المركب وبينزل باي وبيقعد تاني على العوامة بتاعته المسكين. وبيجي تاني يوم وبيحاول يصطاد باي سمك، وبيصطاد سمكة كبيرة جدا وبياخدها وبيرميها للنمر علشان يأكله. وبيعدي الوقت وبيطلع باي على المركب، وفجأة بيلاقي السمك بيطير عليهم في البحر من كل مكان وبتتملي المركب سمك، وبيبتدي يضرب باي في النمر علشان يعرف ياخد منه السمكة الكبيرة، وبياخدها وبياكلوها هما الاتنين. وبيعدي الوقت وبيتغير شكل باي وبيفضل زي ما هو في البحر، بس بقى بيطلع على المركب كتير والنمر مبقاش يهجم عليه زي الاول، وشكلهم كده بقوا صحاب. وشوية كده وبيبتدي الموج يعلى وشكلها كده عاصفة جديدة جاية عليهم، وبيلم باي حاجته وبيحطها على المركب، وبتزيد العاصفة والبرق والرعد والموج بيعلى وبيبتدي يضرب المركب من كل اتجاه، بيفضل ماسك في المركب لدرجة ان المركب اتملت مية، وبيفضل باي يدعي ربنا انه ينجيه من العاصفة دي، بس بتكون العاصفة جديدة جدا. وبيعدي الوقت والعاصفة بتخلص، وبيصحى باي من النوم بيلاقي نفسه تحت ظل شجرة، وبيقوم من على المركب بيلاقي نفسه وصل لجزيرة، فبيفرح باي وبينزل عليها وبيبتدي ياكل من الشجر والعشب اللي فيها، وبيمشي باي في الغابة يدور فيها على اي حاجة، وفجأة بيلاقي مكان كبير متجمع فيه أعداد كبيرة من الحيوانات شبه السنجاب كده، وبيفضل ماشي باي في وسطهم لحد ما بيلاقي بركة مية وبينزل يعوم فيها، وبيبص وبيلاقي النمر قاعد مع الحيوانات دي ومش عارف بياكل فيهم ولا بيلعب معاهم، انا مش عارف الصراحة. المهم بيروح باي على شجرة علشان ينام عليها، بس بيلاقي الحيوانات الجميلة دي تطلع تجري عليه وبتطلع تقف معاه على الشجرة، فما بيديلهمش اي اهتمام وبيحاول ينام معاهم على الشجرة. وبيصحى بالليل بيلاقي كل حاجة منورة حواليه من البحيرة الصغيرة والشجر حتى البحر منور اكنه في الجنة بالظبط. وبيجي تاني يوم وبيحضر باي المركب بتاعته من اكل ومية، وبينادي على النمر علشان يمشوا علشان يروحوا اي مكان تاني، وبيجي النمر وبيمشي باي بالمركب بعيد عن الجزيرة دي، وبتعدي الايام لحد لما بيوصلوا لجزيرة تانية، وبينزل باي وبيسحب المركب وبيبقى مجهد وتعبان جدا، وبينام على الشط. وبينزل النمر وبيبتدي يدخل جوه الغابة، وبيبص عليه باي وهو مقفل عينيه، وبعدها بيغمى عليه من كتر التعب لحد ما بتيجي ناس من بعيد وبتشوف باي، وبيطلعوا يجروا عليه وبيشلوه، وبيكون باي بيعيط وبيبص على مكان النمر اللي مشى منه، واضح كده انه وقع في حب النمر ومش عاوز يسيبه. وبعد كده بيجي باي وبيكون في المستشفى في المكسيك، وبيبقى قاعد مع اتنين موظفين من شركة التأمين بتاعة السفينة اللي غرقت، وبيستفسروا منه عن سبب الغرق، فبيحكي لهم باي القصة كلها. وبعد ما خلص حكي قالوا له ان مفيش موز يقدر يطوف على المية زي ما انت قلت، وبرده مفيش جزيرة ولا حيوانات بالاوصاف اللي انت حكيتها ديت. وبيستغرب باي من كلامهم، وبيبصوا الموظفين لبعض وبيبقوا مستغربين وبيفتكروا انه اتجنن من اللي حصل له. وبعد كده بيجي باي وهو راجل كبير وبيكون بيحكي قصته لصاحبه وهو بيعيط، واضح ان مفيش حد كان مصدقه. وبكده تنتهي قصة فيلمنا. ياريت لو عجبكم الملخص تفعلوا جرس التنبيهات اهم من الاشتراك، وتعمل لايك جميل زيكم. انا محمد صلاح ودي قناة فيلم في السكرانس، اشوفكم في ملخص جديد، مع السلامة.